السلام عليكم شباب، اليوم محاضرتنا اللي هي السيشن الثامن، واعتقد يعني احنا ما راح نطول، يمكن راح تبقى عندنا تو سيشن ونخلص المادة كاملة، يعني اللي هي الفارما كاينتيك، اللي احنا اليوم شلون يشتغل العلاج عندنا وشنو الريسبتورات اللي راح ممكن تحدث. All drugs exert their effect by binding to target. يعني كل العلاجات اللي احنا نعطيها هي لازم تأثيرها يكون على السبيسيفيك تيشيو. هاي السبيسيفيك تيشيو يعني لازم موجود عندنا ريسبتورات. The majority of these targets are protein. عادة ما تكون هي بروتينات. هذه التارجت تيشيو او اللي احنا نعطيها العلاجات لازم لها ريسبتورات. الريسبتورات ممكن انه تكون بروتين العفو ممكن تكون بروتينات، وهاي البروتينات قلنا كلايكوبروتين موجود على السيل ممبرين. With some exceptions, some antimicrobial and anti-tumor drugs binding to DNA. إلا ما ندر يعني من العلاجات وين راح شو اسمه ترتبط بالDNA مثل من anti-tumor مضادات السرطان والبكتيريا. Most drugs bind reversible with receptors. إذا أغلب العلاجات هي reversible مو irreversible. reversible يعني عكسية، ممكن إنه إذا إجى التركيز العالي مال أنتيغونست راح يزيلها. أوكي؟ فترتبط ارتباط reversible مع receptor. With binding governed by associated with disassociated rate. يعني سرعة تعتمد عليها على سرعة الاقتران والتفكك من الريسبتورز. التارجت اوف درجز انكلود اللي التارجت للعلاجات هي راح تتضمن انزيم، ممكن نسوي موديفيكيشن للانزيم. 47% اكزامبل بروتين كاينيز بروتيز استريز وفوسفيتيز، هذه كلها الانزيمات اللي ممكن تشتغل عليها شنو؟ تنتقل تشتغل عليها الدراجز. والبروتين كاينيز يعني البروتين كاينيز احنا مثل ما اخذناه قلنا هو سيكند ماسنجر، يضيف لنا مجموعه فوسفيت المن للبروتين، هاي بالحاله النورمال ويخليه اكتف، فممكن تشتغل عليه. البروتيز اللي يحلل لي البروتينات، الاستريز يفكك لي المواد المتاثره، والفوسفيتيز اللي ممكن يزيل لي مجموعه الفوسفيت ويتحول المكون البروتين الى الانكتيف فورم. بس من عندها وين يشتغل 30% تشتغل على جي بروتين كابلنج ريسبتورز اللي احنا اخذناه بالمحاضرات السابقه. ممكن انه شنو؟ ممكن انه تشتغل على ايون شانلز، ايون شانلز هو بروتين فتشتغل عليه 7% مثل ما الليجان جيت ايون شانلز وفولتج جيت ايون شانل والترانسبورترز الناقلات مثل من الناقلات عندنا ممكن تشتغل يعني مثلا الترانسبورت كل الناقلات من ضمنها جلوكوز ترانسبورت 4 و2 و3 كل هذا. نيوكليير هرمونز ريسبتورز احنا عندنا هرمونات الريسبتور مالها وين موجود؟ على النيوكليير بالسيتوبلازم مثل من هذه مثل الاستروجين اللي مو انه يعبر السيل ممبرين ويدخل. فالدرجز ممكن انه تكون ايضا ريسبتورات اللي هي مصنوعه من الليبيد او ذوب الليبيد فلها القدره على اختراق جدار الخليه ويكون بالنيوكليير. هذا ريسبتورز 4% والانتجرينز وبقيه البروتينات الموجوده. هسه اكسبلين ذا ريفلنس اوف ذا كونستريشن اوف دراج مولكولز. The concentration of a drug molecule around receptors is critical in the determined drug يعني كل ما يكون تركيز الدواء قليل راح يكون فعاليته عاليه، وكل ما تاخذ يعني انه الدراجز يعني كميات او تركيزه عالي راح شو يكون؟ راح يكون يعني مو قليل الفعاليه وانما يحتاج الى تراكيز عاليه الا يشتغل، بينما ذني التراكيز قليله بالمايكرو مولار راح يكون الاكتيفيتي مالتها او الافيكنسي مالتها كلش عالي. الدراجز of equivalent molar concentration دائما احنا نقيسها بالمولاريه، والمولاريه احنا نعرفها مولكولار ويت، المولاريه تساوي الويت على المولكولار ويت. اوكي،
فالموليكولار ويت الوزن الجزيئي في المولاريتي نحسبها، راح نحسب كم جرام من الماده اللي ممكن احنا لازم ننتجها. اوكي، drugs of equivalent concentration by weight may not. اولا واحد عندنا مثلا عندنا واحد مول، قلنا احنا عدد المولات يساوي الوزن على الوزن الجزيئي، الوزن على الوزن الجزيئي. المولاريه تساوي الوزن على شنو؟ المولاريه على الوزن الجزيئي، راح يطلع لنا طبعا باللتر راح يطلع لنا المولاريتي. اذا 1 مول كونتين 1 مول ان لتر، نقدر نحسبه لاي درجز ممكن احنا ناخذ. المولاريتي الام تساوي جرام بير لتر، عدد المولات على المولكولار ويت. اوكي، بالتالي ايش راح يكون عندي اذا باللتر وزن في الف على المولكولار ويت في هذا القانون التحليليه اللي ممكن نحضر من عنده الدرجز. مثل بنعطيكم مثال، هو الاسيتايل كولين هاز مولكولار ويت 146.21، سو 1 مولار سوليوشن كونتين ايش راح يحتوي من عنده فيه؟ راح اذا راح اني احتاج الى 146.2 جرام باللتر من الاسيتايل كولين اللي احضر. هسه شنو الافينيتي والافيكاسي اللي هي الفعاليه والالفه، شلون يعني الافكتيف مالت الدرجز؟ بعضها تمتلك الفعاليه وتكون الكباسيتي مالت شنو؟ احنا اخذناها قبل سابقا او ما اخذناها، انه الماده اذا تكون الفتها عاليه تكون الكباسيتي قليله، وبالعكس اذا الكباسيتي عاليه تكون الافينيتي قليله. اذا some drugs bind to receptors and cause a response، يعني تسبب لنا استجابه. الاستجابه ممكن هاي شو تكون؟ تكون بالجهه الموجبه مو agonist. These drugs have both affinity and هاي العلاجات تمتلك على الفعاليه والالفه. Some drugs bind to receptors، بعضها ترتبط الى receptors but do not cause a response. يعني هي صحيح ترتبط، لكن هي مش ما راح تسوي لي، ما راح تسوي لي استجابه، ما راح نتعالج بيها يعني. This drugs have affinity only. اذا الافينيتي لايكود اوف ليجاند مايند تو ات از تارجت، هو الميل او الالفه هو ارتباطها بالليجاند، بس الافيكسي هو لايكود اوف اكتيفيشن، لازم يكون هذا الارتباط فعال. Drug receptors interactions، الارتباط شلون يصير بين الريسبتر وال يعني الدرجز ريسبتورز بينه وبين العلاجات اللي انطيها انا له. البايندينج انفورميشن از اوفن اوبتيند باي ذا بايندينج اوف راديو ليجاند راديو اكتيف فيرجن اوف ذا ليجاند، يعني هذا احنا شلون الدراسه اللي احنا ممكن ندرسها شباب، شلون عرفناها احنا انه هذا الارتباط؟ احنا نعطي راديو ليجاند، يعني ننطي علاج مثل من؟ مثل المواد المشعه اللي ممكن بهاي بدايه الدرجز على مود نحدد تحت الميكروسكوب، نحدد انه كميه العلاج اللي ممكن نعطيها، لان هاي ماده مشعه، والماده المشعه دائما احنا نعطيها تعرفون يعطوها بالسي تي سكان، بالام ار ار اي، بالاكس راي، تعرفون هاي يمكن سامعين بها، لان اكيد يعني احنا دائما نقول هاي صبغه يعني ينطوها للبيشنت، بس هي راديو اكتف هاي السبستانس اللي ننطيها، بالتالي ممكن انه تحدث التغيير بالصوره وتنطينا فد معلومه معينه حول التيومرات الموجوده. هاي نطبقها هنا على العلاجات، ننطي علاج بمواد فعاله وبالتالي او مواد مشعه، وبالتالي هاي بدايه الدراسه نشوف الكميه مالتها. البي ماكس هي ماكسيمم بايندينج كاباسيتي، اللي هي قوه الارتباط او اعلى ارتباط، سعه الارتباط اعلى ارتباط. This gives information about the number of receptors. اذا البي هي تعطيني معلومه عن من؟ عن الريسبتورات الموجوده بالسيال ممبرين او بالتيشو. اوكي، هاي نسميها
maximum binding capacity. الكيدي هو ثابت التفكك. This association constant. This is a measure, هو هذا قياس of affinity. تعتمد عليه شنو؟ الافينيتي ذا كونستريشن نيد فور التركيز طبعا تركيز اللي يحتاج 50% accompany a lower KD value related to higher affinity. إذن إذا كان الKD قليل يكون higher affinity جدا عالي. ليش؟ لأن التارجت تشوت أو الريسبتر راح يرتبط بأقل كمية من التركيز. يعني شوفوا هنا هذا الدرجز بالنا نومول يعني مولاريتي وهنا الريسبترات. شوف الKD أشغل شقد من الريسبتر 50% من الريسبتر لو البوينت 5 نعتبرها 50% هنا 100% انشغل 50% من الريسبتر بالKD. إذن هو الKD هو جايني كتركيز المن للدرجز. إذن وهنا البي ماكس البايندينج يعني شوف شقد البي ماكس يعني شقد الريسبترات ارتبطت هاي نسميها بي ماكس وهذا ينطيني على الفعال الكي دي ينطيني على اشغال 50% من الريسبترات من العلاج الفعال سميه this association constant. طبعا هو قلنا شنو يقيسني measure of affinity كل ما كان التركيز قليل كل ما كان التركيز قليل نلاحظ انه بما انه انشغل 50% اذا هذا الريسبتر الى الالفه العاليه للارتباط بالدرجز يعني حتى تحت التركيز العالي يعني ما يحتاج تركيز عالي الا يرتبط اقل تركيز هو ارتباط فالافينيتي مالته شبيه عاليه الكي ام مالته قليله اذا الماده اللي الكي ام الكي دي مالتها قليل راح يكون الافينيتي شبيه عالي اوكي طبعا هاي احنا مستخدمين هنا اللوغاريتم نفسي هذا بس مستخدم اللوغاريتم لذلك بين 0.1 الى 100 نانو مولارز ونفس هذا الشكل يعني هسه الكونستريشن الدوز ريسبونس كيرف يعني شلون انا انطي شلون نقيس الجرعه اللي انا انطيها اذا الكونستريشن ريسبونس كيرف يوز ذا ان ميجرينج ريسبونس ان سيل تيشو نقيس الاستجابة بالخلية أو التشو. الدوز ريسبونس كيرف يوز وين ميجرينج ريسبونس ان هول انيمالز يعني بكل أنحاء الجسم. الإي ماكس هو الماكسيموم ريسبونس الإي ماكس الاستجابة القصوى للدرجز أو الاستجابة الأنسجة أو الهول انيمالز المن للعلاج. ريسبونس هنا نشوف هنا بينما الـ EC 50 هو الـ effective concentration. الـ effective concentration التركيز المؤثر giving 50% of the maximum response. إذن الـ EC 50 هو التركيز المؤثر اللي يعطينا الاستجابة 50% من الاستجابة القصوى. هاي 100% استجابة قصوى. الثاني شقد؟ الثاني 50%. لو لاحظنا انه هنا التركيز جدا قليل الثاني 50 من ازداد التركيز راح يكون كيرف يعني مو علاقه طرديه مثلا 50 ب 50 100 ب 100 لاحظ كيرف وصل مستوى معين ووقف هذا الكيرف ما راح يتناسب تناسب طردي يعني كل ما يزيد تركيز العلاج راح يزداد ويا الريسبونس الاستجابه لا اوكي إذن الـ effective concentration 50 is measure هو قياس of potency. This is a combination of both affinity and efficacy. The number of receptors also governs potency. إذن هنا الفعالية هو يقيس الفعالية مالت العلاج بأقل التراكيز وإشغال تقريبا أو إعطاء 50% من الاستجابة. لذلك هذا التناسب ما يكون تناسب طردي يعني زياده التركيز مالت العلاج راح يزاد الريسبونسبيلتي راح يكون هو على شكل كيرف اوكي
هسه الافيكسي از ميجرد ان ريليتيف تيرمز وذ نو ابسولوت سكيل. احنا الاجونست وذ ديفرنت اي ماكس الدنيا احنا الاجونست اذا تمتلك اي ماكس اللي هو ماكسيمم ريسبونس values are half different راح تمتلك يعني مو بالضرورة انه هي ذا شو اسمه تلك مختلف الاي راح تمتلك ايضا فعالية تكون مختلفة جدا. However الاجونس with the same emax values may not have identical begins. يعني الفعالية مالتها ممكن ما تكون نفس الفعالية. صحيح هي emax لها response نفس الresponse لكن فعاليتها تختلف. The two drugs may differ in affinity. ممكن شنو قلنا بما راح تختلف راح تختلف بالaffinity قوة الارتباط بين الدرجز وبين الريسبتر مالت الaffinity. كل ما يكون الaffinity عالي راح تكون التراكيز اللي أنا سوي لي potency راح تكون جدا قليلة. The two drugs may differ in affinity meaning that the relationship between capability and response will be different for the two agonist one may be more able to convert the binding into functions. إنه آني العلاج مو بالضرورة مو بالضرورة العلاج اللي يكون إيماكس إلى متشابه يكون التكافؤ مالته شبيه نفس الكفاءة. عندي مثلا عندي علاجين تختلف وين راح الاختلاف راح يكون بالإنفيتي الميل إلى الارتباط. ممكن وإحنا قلنا كل ما يكون الإنفيتي عالي راح يكون الارتباط بأقل التراكيز وبالتالي راح يكون أكثر قدرة على الفعالية. مثل من هسه إحنا discuss affinity of efficacy in the clinical setting. هسه إحنا راح نناقش الفعالية الألفة والفعالية للعلاج بالكلينيكال. العلاجات اللي تستخدم بالأزمة الهدف من عندها هو treatment goal is to activate beta 2 adrenal receptors to relax their way. يعني احنا نط العلاجات على مود نسوي relax الairway وبالتالي واحد يتنفس بالأزمة. However there are لكن هناك شنو beta adrenal receptors مكان آخر بالجسم. البيتا 1 ان الهارت شو يسوي لي يشتغل عكس هنا يسوي لي ريلاكس بالايروي بينما وين بالهارت شو يشتغل لي ذا فورس اند ريت اوف كونتراكشنز راح يزيد القوه مالت الكونتراكشن مالت القلب. بالتالي سالبيتومول از بيتا ادرينو بيتا 2 طبعا ادرينو جونست ذات هاز كي دي يمتلك كي دي اوف 20 مايكرومول فور بيتا 1 and 1 micromole for beta 2. الKD هنا نشوف اختلاف قلنا كل ما زاد الKD الالفة شبيهة راح تقل بينما هنا قليل الKD الالفة زايدة يعني بأقل تركيز هو ارتباط بالبيتا 2. as the KD for beta 2 adrenal receptor is lower جدا يعني قليل it has a high affinity راح يكون شنو الميل مالته كلش عالي لذلك بأقل تركيز راح يرتبط وتكون الافينيتي جدا عالية البيتا 2 ريسبتر لهذا العلاج. اوكي as well as this beta 2 selective اذا هنا ايش صار عندي العلاج انه شبيه عنده سايد افكت. مثلا احنا دائما احنا نحكي انه العلاج جات شنو سايد افكت مالتها لان ترتبط باكثر من ريسبتر يعني البيتا بيتا 1 وبيتا 2 مو فهنا عندنا اكثر من ريسبتر لها الادرينال ريسبتورز فنشوف الالفه مالتها كل ما تكون الالفه قويه راح يكون الفعاليه شبيهة راح تكون قويه بالذات وبالتالي راح تكون عندي السايد تشين. هنا ايش نسوي لازم هنا نزيد الجرع على مود الكميه الزايده وين راح ترتبط بالبي 1 وتشتغل بيتا 1 ادرينال ريسبتورز as well as this beta 2 selective efficacy and rate of administrations oral راح يكون limited beta 1 activation and side effect بينما العلاج الثاني سالماترول is longer acting when installed على beta 2
adrenergonist than salbutamol. It has no selective. ما راح يمتلك أي selective للفعالية مالته. Preventing beta 2 راح يسوي يمنع البيتا 2 activation. البيتا العفو راح يمنع البيتا 1 من الactivation and side effect broadly draw differences اختلاف in affinity. وين يعتمد؟ يعتمد على الاختلاف بالألفة مالته. الكي دي راح يمتلك كي دي مالته 1900 نانومول فور بيتا 1 و 0.55 نانومول. اذا التركيز جدا قليل المن للبيتا 2. اذا البيتا 2 لور كي دي. اذا هاش راح يعطيني فاليو جيفز اتز راح يكون الالفا مالته جدا جدا عاليه. زون بيتا هنا يحتاج تراكيز عاليه يلا يصير الالفا بالبيتا 1. لا بالبيتا 1 يحتاج تراكيز عالية. ليش؟ يعني 1900 بينما هنا بالبوينت 55 راح يرتبط مع من؟ إذا التراكيز جدا قليلة راح يرتبط بالبيتا 2 بالتالي راح يقلل الكي دي ثابت ال دس اس هسه شباب شنو الاتش بي ار ريسبتورز؟ شنو الريسبتورات الاحتياطية؟ شنو المفاهيم مالت الريسبتورات الاحتياطية؟ شلون ناخذها؟ In some cases, less than 100 receptors, a competency will give 100 response. إذن في الحالات في بعض الحالات إنه أنا عندي 100% receptorات مشغولة راح تعطيني 100% من شنو من response من الاستجابة. الاستجابة شنو معناها؟ معناها يعني ما سوي inhibitor للcyclic AMP, inhibitor 3 phosphate, تروح تدخل DNA وبعدين توقف التكوين مالت البروتينات اللي ممكن تحتاجها البكتيريا بالبروليفريشنز بالجروث بالتكاثر. فلذلك هي راح تشتغل. اذا عندي 100% الريسبتور مشغول عندي 100% ريسبونس. الايماكس او الافكتيف كونستريشن اذا اقل من الكي دي الافكتيف احنا قلنا الكي دي هو اذا يكون عندي 50% من الريسبتورات مشغوله كي دي. اذا اذا الاي سي 15 اقل لذان كي دي شبيهه معناها معناها الاستجابه كلش لذان 50% ريسبتور. يعني معناها هذا العلاج بتراكيز جدا قليله راح يكون الريسبونس مالته اوكي يعني ب 50%. ذا ريليشن شيب بتوين ريسبتور اكمبنسي اند ريسبونس ان نون لينير يكون غير خطيه and influence with تأثر by both the transduction system amplification reduced by second messenger. إذن إحنا second messenger أخذناه قبل. هذه تعتمد على يمن أو تتأثر أولا تكون علاقة غير خطية على شكل كيرف. تعتمد على الكي دي والإفكتيف كونستريشن للدرج. شنو الموديفيكيشن؟ شنو التحويل اللي تسويه؟ هل transduction system على نقل الإشارة؟ إحنا قلنا تراكيز قليلة راح مثلا عندي موليكول وحدة راح تسوي لي شو تسوي لي راح ترسل لي 10 جي بروتين كابلد ريسبتر. جي بروتين كابلد ريسبتر راح يرسل لي سايكليك اي ام بي 100 وبالتالي تضاعف امبليفيكيشن من للسكند ميسنجر اللي ترسله هذه الدرجز. اذا تراكيز جدا قليلة شنو التأثيرات اللي ممكن تحدثها هذه؟ شوف هنا some tissue have more receptor. إذا بعض الأنسجة هي تحتوي على أكثر من receptor واحد. Then required to produce maximum response. إذا يعني maximum response لازم الخلية أو الأنسجة تمتلك أكثر من receptor واحد ترتبط عليه العلاجات. ممكن علاج على receptor واحد ما يعطي maximum response. فلازم أكو شنو؟ لازم أكو receptorات احتياطية. يعني انشغلت الاول ريسبتورات الاصليه فلازم اكو ريسبتورات ثانيه يرتبط بها هذا العلاج على مود يوصل المن للماكسيمم ريسبونس. They have spear شو نسميها؟ spear receptors مثل spear سياره اوكي spear receptors or receptors reserve يعني خدمي مثل ما يقول زين. اذا spear receptors increase sensitivity راح شيء زيد راح يزيد للتحسس للعلاج allowing for response at low concentration of agonist. إذن راح يتحسس يزيد للحساسية المن للتركيز القليل للأجونست.
معناه شيء زيد هنا راح يزيد للألفة. احنا قلنا الألفة هي زيادة الارتباط بالتراكيز القليلة. شيء يقلل لي؟ راح يقلل لي الكي دي اللي هو this association constant number of receptors therefore has an effective voltage. وبالتالي راح يكون عندي راح يكون عندي البوتنسي جدا جدا عالي. هذه الصورة راح تشرح لكم شلون توضح لكم الريسبونس والاجونست. كل ما يكون يعني قليل يكون العلاج اذا كان تركيزه جدا قليل راح يكون اكثر فعالية. كل ما يزداد يعني راح لازم احصل على الاي ماكس, بينما هنا احصل على الاي سي 15 بالتراكيز الواضح. هسه بارشيال اغونست, شنو هالبارشيال؟ احنا نعرف انه اكو غونست واكو بارشيال غونست اللي هي علاج يشتغل على نفس الجسمه لكن بالتراكيز. احنا نطلق عليه البارشيال جزئي لكن يكون تاثيره جدا عالي. على الرغم من هو جزئي ممكن يكون اكثر من الاغونست نفسيته. When comparing the ability of different agonist to evoke responses in a tissue, it is sometimes observed نلاحظ that some drugs cannot produce maximum. يعني رغم انه agonist ويرتبط بالريسبترات جدا عالي بس تاثيره ما نوصل للماكسيمم افكت, التاثير الاعلى تاثير له للعلاج. Even with four receptor على العلم هو شنو شاغل كل الريسبترات لكن شنو ما يوصل للتاثير العالي او اعلى تاثير له. These drugs are referred to as partial agonist. على الرغم من ارتباطها بكل الريسبترات وشغله كل الريسبترات بس هي ما توصل الا من للماكسيمم افكت, هاي يسميها بارشال غونست. ذا الايفكت كونستريشن 15 او بارشال اغونست از ايكوال تو اتس كي دي, المن راح يكون مساوي للكي دي. احنا قلنا كل ما تكون الاي سي اقل من الكي دي يكون المور بوتنسي للدرجز اكثر فعاليه, لكن بهاي العلاجات هو مساوي لمن راح يساوي للكي دي للثابت التفقد. The potency of drugs is depend on both its affinity and efficacy. اذا تعتمد عليه من على الالفه والفعاليه للعلاجات. Therefore لذلك البارشال agonist can be more or less potent than full agonist. ممكن هذا البارشال يكون اقل او اكثر فعاليه, ممكن بعض الاحيان يكون اكثر فعاليه وبعض الاحيان يكون اقل فعاليه. منين؟ من الاغونست نفسه. A partial agonist may not always ليس دائما be partial agonist depending on the tissue, يعتمد عليه من هنا يعتمد على الانسجه and the biological response والاستجابه البيولوجيه. For example in tissue A the activation of all receptors does not produce sufficient signal for response. يعني نفرض عندنا نوع كلمه تشو واحد من عندهم الاكتيفيشن اوف ريسبتور, يعني انا ارتبطت بكل الريسبتورات هذا الدرج لكن هو ما انطاني كميه كافيه من السكوت ميسنجر او السيجنال, بينما بتشو بي هاو اوفر هاز مور ريسبتورز تو كان كونتريبيوتد تو ذا سيجنال ذيرفور هاز سترونج ريسبونس. بينما اللي هنا راح يختلف الارتباط بالبي وبالتالي راح ينطيني اكثر ريسبونس. هنا انا اشوف هذا الشكل هذا الدرجز هذه الريسبونس. لو نلاحظ هنا كميه العلاج ما راح تنطيني الفعاليه الحقيقيه, بينما هنا بالبي زيدناها. طبعا هذا بالاعتماد عليه من على التشيو, لأن التشيو تختلف على الثانية different tissue. التشيو بي راح شبيه هنا راح كمية العلاج راح تعطيني أكثر أو فعالية زيادة فعالية الحقيقية للأجنوست. هسه
هسه الاوبيد ار يوز فور بين ريليف، يعني مهدئ الام، لكن بات اولسو رياكشنالي مثل من الهيروين. الهيروين نستخدمه، يستخدمون الحشاشه مثل ما يقولون او اوفر اذا كان كوز. ايش راح يسبب لي هذا؟ راح يسبب لي ريسبيرتوري ديبريشن، اكتئاب بالتنفس بالقصبات والرئه. هذا leading to death، لذلك جماعة الهيروين شبيهم راح يموتون. طبعا هاي ياخذون جرعات عالية من الهيروين. They act primarily through the mu opioid receptor، اللي يشتغل وين؟ على الجي بروتين كابلنج ريسبتر. اوكي، الميو اذا ارتبط بالميو راح يشتغل لي على الجي كابلنج ريسبترز، وبالتالي راح يحرر الجي بروتينز. المورفين از فول اجونست اوف ذا ريسبتر، فعال مع الريسبتر، يوز فور بين ريليف. بيبرانو نورفين is a partial agonist مثل ما اخذناه بالسلايد السابق with high affinity، يمتلك الفا عاليه جدا، يعني تراكيز جدا واطيه راح يرتبط بالريسبترات، بس شو راح يكون lower efficacy، فعاليه جدا قليله. يعني مع العلم انه الارتباط جدا قوي وتراكيز جدا قليله، لكن فعاليته ايضا يكون اقل من المورفين، لذلك يكون اقل سايد ادفانتج او اقل سايد افكت ممكن نعطيه، يعني نقدر نسيطر عليه اكثر من المورفين. اوكي، ايضا هذا راح يمثل الريسبونس. شوف المورفين راح يكون اكثر، راح يشغل لي كل شو اسمه كل الريسبترات، وبالتالي الكي دي مالته 8، بينما هنا الكي دي مالته قد 0.8 باقل تراكيز، افينيتي جدا عاليه، لكن الكفاءة مات هذا راح تكون أقل، بالتالي راح نسيطر عليه. هسه الـ different type of antagonist، يعني شلون راح ترتبط الجونست والانتيجونست، يعني المضادات مالتها. عندنا الارتباط بالريسبتر ممكن يكون there are three different type of antagonist block the effect of agonist، يعني هو شنو هذا؟ الانتيجونست راح يلغي لي تأثير الجونست. اولا reversible competitive antagonist، اولا غير عكسي، العفو عكسي، ارتباط عكسي ومنافس، اثنين متنافسون على من؟ على ارتباط بالريسبتر. ولكن شنو اذا زيدنا الجونست تركيزه راح ممكن احنا نتخلص منين؟ من انتي جونست. ليش؟ لان هذا reversible عكسي، زي التركيز واحد من عندهم راح يلغي تاثير الثاني بزياده تركيز. الريفرسبل كومبتيتيف يعني هذا الثاني هو مو تنافس، يجي يقعد باي مكان باي ريسبتر وياثر اندايركت تاثير غير مباشر. هنا النون كومبتيتيف الريفرسبل غير عكسي، يرتبط وانتهت. النون كومبتيتيف غير متنافس، يرتبط بغير باي مكان وممكن انه ياثر عليه. اذا هنا عندي ثلاثه reversible اقدر اتخلص من عنده بيمن بزياده واحد من التراكيز، الريفرسبل هذا بعد ما اتخلص من عنده حتى لو زيد التراكيز، لان هذا ارتباط. ونون كومبتيتيف غير تنافسي، يجي يرتبط بمكانه ما يتنافس باي مكان، الستريك سامعين بالالستريك يعني يرتبط بمكان ثاني، وبالتالي راح يلغي وجود الجونست. الاول reversible competitive antagonism The commonest form of most important in therapeutics يستخدمه جدا بشكل جدا واسع. Relying and dynamic equilibrium between ligand and receptors. The inhibitor IC multi concentration of agonists give 50% inhibitors اللي هي ممكن تعطينا 50% هنا لهذا تكون الإي هنا. هو التأثير هذا التركيز الانتاغونست ل 50% اللي تعطيني انهبيتر ل 50% من الريسبونس بالريسبتورز. يعني مثلا انا عندي اجنوز ارتباط، اجنوز ارتباط، زيادة تركيز الانتاغونست الاي سي 50 اللي هي 50% راح يكون ويلغي ارتباط
الاجونست. الكي دي هي كونستليشن اوف انتاجونست نيدد تو جيف 50% تكون مشغوله ايضا مثل ما احنا اخذناها قبل شويه الكي دي، لكن هنا الانتاجونست. الريفرسبل كومبتيتيف antagonists can be overcome by high concentration of. اذا مثل ما حكينا قبل شويه قلنا ممكن انه هذا نلغي بزياده تركيز الماده اللي المؤثره الحقيقيه. This cause parallel shift to the right راح يتحرك المن راح يتحرك للرايت للرايت يعني يحتاج تراكيز جدا عاليه of the agonist concentration response curve. هنا راح يتحرك الى الجهه اللي يبني. Therapeutic example, phenoxybenzenamine is non-selective, irreversible, غير عكسي ارتباطي، يرتبط بالالفا 1 adrenal receptor, blocker used in hypertension, نستخدمه بالدول اللي عندهم ضغط عالي، الفا 1. Phenochromocytoma ايضا يستخدم، اللي tumor of adrenal gland، هذا اللي الphenochromocytoma تستخدم بالـ tumor of adrenal gland, which cause excessive noradrenaline and adrenaline secretion leading to further constriction. Non-competitive antagonism اللي احنا قلنا هاي غير تنافسية ممكن ترتبط بأي مكان بالelastic binding of antagonist to receptor not the